جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 1043 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3654 قطعة سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3101 متهم، من بينها 700 بندقية و343 بندقية آلية وواحد جرينوف وواحد رشاش و176 مسدساً و2433 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 6140 طلقة متنوعة، إضافة ل 5813 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء، تم ضبط عدد 2254 شخص بإجمالي عدد 2216 مبنى لمخالفة قرار إيقاف أعمال البناء. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1,911,026 حكماً قضائياً، من بينها 8,356 حكم جناية و680,838 حكم حبس و938,497 حكم غرامة و283,335 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 39 تشكيلاً عصابياً ضموا 107 متهماً، قاموا بارتكاب 232 حادث متنوع، وتم كشف غموض 168 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 314 متهماً، كما تم إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 4645 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 4964 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 288 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 6,851 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 55.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 48.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 89,917 قرص مخدر.